الديار الفضائية أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. مثل ما عودناكم متابعات عديدة فيما يخص الأحداث الكروية والرياضية بشكل عام الأخيرة، ومحور رئيسي نتطرق له في حلقة اليوم من برنامج المشهد الرياضي. راح نعرفكم على متابعاتنا وعلى محاور حلقة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، نبدو ياكم متابعاتنا أحبة المشاهدين من الحفل اللي أقامته وزارة الشباب والرياضة لدعم المنتخب الوطني العراقي قبل مشاركته في بطولة أمم آسيا في الإمارات. وطبعا الحفل بالتأكيد شهد حضور كوكبة من النجوم، نجوم الكرة العراقية الذين مثلوا المنتخب العراقي سابقا. مراسل البرنامج برنامج مشهد الرياضي الزميل حيدر محمد بالتأكيد كان متواجد هناك، وعد أن هذه التغطية نشوفها ونشوف التصريحات كذلك، ومن ثم نعود إليكم. بطل آسيا 2007، المنتخب العراقي ورابع آسيا 2015، المنتخب العراقي يدخل بطولة 2019 وهو كان رابع البطولة في النسخة الماضية، كيف ترى حظوظ المنتخب الوطني اليوم في البطولة الآسيوية؟ طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نتمنى لهم التوفيق بهذه البطولة، لدينا أمل كبير بهؤلاء الشباب واللاعبين الخبرة اللي موجودين وكادرهم التدريبي. نتمنى من رب العالمين يوفقهم بهذه البطوله، تعرف هذه البطوله نوعا ما محببه للعراقيين لان دائما يصلون للادوار النهائيه، اذا ما كان دور الثمانيه يكون نصف النهائي او النهائي. اتمنى من رب العالمين يوفق هذه اللاعبين، وانا عندي وجهه نظر انه هناك لاعبين ممكن يبرزون بهذه البطوله ويكونون عون كبير للمنتخب العراقي. طيب كابتن، دائما ما كان يدخل المنتخب العراقي وقبل دخوله نعرف ان القائد يونس محمود، اليوم اقاويل كثيره واحاديث كثيره حول من سيقود المنتخب، هناك اراء حول القائد المنتخب، وهناك من يقول لا يوجد قائد للمنتخب، انت ماذا تقول؟ لا اكيد راح يظهر قائد للمنتخب، لكن تعرف انت يمكن الامور الخربطه اللي صارت بانه تبديل لاعبين ونجيب لاعبين، انتشار لهذا وانتشار القائد هو يبرز من ضمن من نص المجموعه، يعني يكون هناك قائد يعني او تحس به موجود، لكن هو موجود علي عدنان، سعد عبد الامير، احمد ابراهيم، جلال، محمد قاصد، كثير من اللاعبين، كل واحد يقدر يقود. لكن هو شنو القياده؟ القياده ماخذينها انه القياده تحط اشاره وانك تكون تتحكم بالفريق، لا بس تكون انت مؤثر بالمجموعه اللي حواليك، هاي القياده، لكن اعتقد اكو بعض اللاعبين موجودين. طيب كابتن، انا بحثت في كل الحاضرين لاسال سؤال وحيد، لم اجد من اساله السؤال غير كابتن يوسف محمود، انت اللاعب الذي يصنع الهدف من نصف فرصه، اليوم احنا يغيب عنا اللاعب الهداف الذي بقيمة يونس محمود، خط هجوم العراق دائما ما يعاني بعد غياب يونس محمود، ندخل البطولة الآسيوية بشكوك كثيرة حول المهاجمين، أنت ما هو رأيك بخط هجوم العراق حاليا؟ أعتقد مهند علي خامة زينة، مهند عبد الرحيم رجع ممكن، أيمن حسين رجع ممكن، اكو لاعبين شباب ايضا موجودين، ممكن يعني انه يكون بكاس اسيا، غير تعرف انت مرات حتى اللاعب يعني البعض ما يعرفه هي ضربه حظ، مرات ممكن من هدف، يعني انا احد مباريات دخلت اول مباراتي لي مع الاردن بالنهائي سجلت هدف صرت مهاجم، مرات اللاعب يحتاج له فرصه انه يسجل هدف او يصنع هدف او يصد كره حتى يبرز قدام الجمهور، حتى الجمهور يعرف انه هذا اللاعب بيه لازمه مثلا نقول.
ذولا بيهم لازمه ان شاء الله، واتمنى لهم التوفيق وربي يوفقهم بالبطوله، وراح تشوفون ان اللاعبين مهاجمين موجودين. كابتن بشار، حضرتك محترف في دوري كبير الدوري الايراني، اليوم الامال كبيره ومعلقه عليك، امال العراقيين بالظهور بصوره مشرفه، انت لاعب جيد، الامال اللي تعطيها الجمهور العراقي وشلون تشوفه استعدادات المنتخب للبطوله الاسيويه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ان شاء الله نكون عند حسن ظن الشارع الرياضي، كل اللاعبين متحملين مسؤوليه كبيره، تعرف العراق دائما ما يكون منافس في البطولات القاريه في اسيا وتصفيات تصفيات كاس العالم، فان شاء الله الخامات موجوده، كل اللاعبين على قدر المسؤوليه، تعرف اغلب اللاعبين راح يكونون النسخه الاولى اللي راح يشاركون بها في اسيا، فتعرف خبره قليله، لكن ان شاء الله دائما قلت لك العراق دائما يكون مو فقط رقم تكميلي، رقم منافس في البطوله. ننتظر دعم من الشارع الرياضي، ننتظر كل من الاعلام، ممكن كره قدم هذا كل شيء وارد، ممكن يكون في المباراه نايم، ممكن يكون الاخفاق، ممكن يكون المستوى الطيب والجيد، لكن ما يحالفنا الحظ. اتمنى عدم الطعن باللاعبين والطعن بالكادر، لان تعرف بعد امم اسيا هي تصفيات كاس عالم هي الاهم، لكن ان شاء الله بوجود اللاعبين، عندنا لاعبين على مستوى عالي، لاعبين شباب ان شاء الله يكونون المستقبل، فقط نحتاج الدعم من الشارع الرياضي وللاعلام ان يوقفون بجانبنا، لان هم سندنا، هم يعطونا دافع كبير، ايد وحده ما تصفق لا اللاعبين ولا الكادر التدريبي. ان شاء الله نكون مجموعه وحده نمثل اسم العراق، وان شاء الله نكون نشرف العراق خير ضيفتين ان شاء الله. كابتن محمد حميد، انت من اللاعبين القلائل اللي شاركت في بطوله اسيا 2015، حصلتوا على المركز الرابع، اليوم بطوله جديده، بطوله اسيا 2019 في الامارات، شلون تشوف استعدادات المنتخب، تحضيراتكم انتم كلاعبين، تقييمكم المعسكرات التدريبيه والمباريات الوديه اللي خضتوها؟ في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تفضلت يعني انا شاركت ببطوله اسيا 2015، الحمد لله والشكر قدرنا نحقق المركز الرابع، ان شاء الله يا رب هاي البطوله نلبي طموحات الجمهور ونلبي طموحات الاعلام، واحنا انتم بدوركم كاعلاميين نحتاج دعمكم، نحتاج ان توقفون معانا، وان شاء الله يا ربي بعد ما حد يدخل على الكادر، لانه جاي نتكلم بخصوص البطوله الاسيويه، وان شاء الله نقدر نقدم شيء يليق بسمعتنا كلاعبين، يليق بسمعة الكره العراقيه، لانه منتخب العراق كبير، وان شاء الله نروح منافسين على البطوله، ما نروح ضيف شرف فقط. تحياتي لكم ولقناتكم الكريمه. طيب كابتن، هناك احاديث واقاويل كثيره حول شاره القياده، يقولون بان لا يوجد شخصيه القائد، لا توجد في المنتخب العراقي، حتى لاعبين سابقين ممكن انتم لعبتوا معاهم، شنو ردك على هذا التصريح؟ هل هناك قائد في المنتخب العراقي؟ نظرتك حول هذا الكلام الذي يدار حاليا؟ اكيد لدينا قائد في المنتخب العراقي، يعني ما لدينا لاعبين كثار ويلعبون بالدوريات الاوروبيه، يعني هل من المعقول لاعب يلعب بالدوري الاوروبي ما يقدر يقود منتخب؟ يعني كيف يلعب بالدوريات الاوروبيه؟ بالاضافه الى محمد قاصد لعب في من 2007 مع المنتخب الوطني الى الان، فالحمد لله واشكر هاي الشيء ما نعاني من عنده، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نثبت هذا الشيء في البطوله الاسيويه، وان شاء الله نقول لهم العراق قادم بقوه ان شاء الله. كل امتزجت هذه القلوب وهذه المشاعر من اجل ان ينجح اسود الرافدين في مهمتهم القادمه. هذه لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة ولن تكون على فئة محددة ليست على كرة القدم، إن شاء الله سيكون لدينا أكثر من خلية عمل مع الاتحادات ومع الأندية في فعالياتهم وأنشطتهم داخل وخارج العراق، سيكون لدينا أكثر من وقفة، سيكون لدينا أكثر من خطة من أجل إنجاح هذه الوقفات، لأنها وقفات ليست لنادي أو لمنتخب، هي للعراق وباسم العراق، وإن شاء الله يجب أن لا ندخر أي جهد من أجل إنجاح أي مسعى لرفع علم العراق عاليا إن شاء الله. طيب سيادة الوزير، نحن نتفق بأن بطولة آسيا هي بطولة مهمة للشعب العراقي، لكن هناك أمور قد تكون أهم مستقبلا، هو رفع الحظر عن الملاعب العراقية، الأمال معلقة بوزارة الشباب والرياضة في السعي لرفع الحظر خاصة عن بغداد وعن ملعب الشعب الدولي، ما هي المشاريع التي يضعها سيادة الوزير للخطط حول رفع الحظر؟ طبعا احنا مثل ما تكلمت في أكثر من لقاء بانه احنا سوينا هناك تنقيط لمحافظات العراق، النقاط القادمه ان شاء الله ستكون في الشهر السادس للجنه الفيفا عندما تحضر العراق، ستكون هناك 4 إلى 6 ملاعب حاليا شبه منجزه اكملنا متطلبات الفيفا اللي ارسلوها لنا، اللي هي قد تكون ملعب الشعب، وان شاء الله اذا اكملنا ملعب الزوراء او ملعب الحبيبيه او ملعب التاجي ايهما اقرب،
وكذلك ملعب زاخو، عندنا ملعب السليمانية، عندنا ملعب الميناء سيكتمل إن شاء الله، وملعب البصرة، عفوا ملعب النجف اللي هو سيكتمل المتطلبات اللي رادت الفيفا اكتملت إن شاء الله. ننتظر الضوء الأخضر من اللجان الهندسية والفنية بأنه كل المتطلبات أكملت وأنجزت، لنوصل الرسالة عبر الأولمبية والاتحاد لحضور لجنة الفيفا واستحصال الموافقات لرفع الحظر عن النقاط الأولية. ستكون لدينا نقاط ثانوية في العام القادم إن شاء الله، عندما تكتمل النقاط الستة إلى 12 إلى 18 سيكون هناك رفع تدريجي متكامل وأوتوماتيكيا رفع الحظر عن جميع الأراء. أنا لا أتمنى أن نرفع الحظر فقط عن كرة القدم، ستكون لدينا هناك مساعي لاستجلاب بطولات غرب آسيا لأكثر من نوع من الألعاب. سيكون بغداد ومحافظات الكل من جنوب وغرب وشرق وشمال العراق ستكون حاضن لأكثر من بطولة، وستكون إن شاء الله العراق هو الحاضن لأكثر من بطولة عام 2019 و2020 إن شاء الله. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، متابعتنا الأخرى من لجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم، واللي كرمت الأفضل في الجولات السابقة من الدوري العراقي الممتاز، ووقع الاختيار على مدرب الكرخ عبد الكريم سلمان، ولاعب القوة الجوية محمد علي عبود، ولاعب الحدود شريف عبد الكاظم، ومصطفى سعدون حارس النفط، وكذلك لاعب الكرخ محمود خليل. عدسة المشهد الرياضي كانت حاضرة بالتأكيد وفي هذا الحدث في اتحاد كرة القدم ووثقت لنا هذا التكريم، وخلونا نشوفه ونشوف أيضا التصريحات اللي عدها لنا زميل حيدر محمد. نشاهد. يعني إن شاء الله سيكون تقليد شهري لتكريم المتميزين والمبدعين في مباراة الدوري. لجنة المنتخبات أخذت على عاتقها أنه تنظم مثل هذه الجائزة للاعبين اللي هم خارج أسوار المنتخبات الوطنية في سبيل أنه يكون حافز لهم لتقديم العطاء الأفضل. وبالتأكيد اليوم اللاعبين عندما يشعرون هناك من يهتم باللاعب المميز، بالتأكيد هذا يعود بالمردود الفني للاعبين وعطاهم داخل مباراة الدوري. إن شاء الله بالفترة القادمة راح يكون هناك إشراك للإعلام، للصحافة، لبعض الشخصيات اللي ممكن أنه تساهم بإعطاء رأيها في اختيار الأفضل بالنسبة للتكريم الشهري. إن شاء الله يعني تعرف هذا اليوم يعني كان اختصاص لجنة المنتخبات هذا التكريم. إن شاء الله بالمستقبل راح نذكر العناوين اللي ذكرناها تكون يعني حاضرة في مسألة التقييم. اليوم قد يكون يعني أندية المحافظات وبعض اللاعبين المحافظات بالتأكيد يعني بعيدين عن الأنظار، لكن إن شاء الله بالمستقبل سنشرك عدد كبير من يشاهدون ويراقبون مباراة الدوري بجميعها، وبالتالي كل اللاعبين اللي ينضمون تحت أندية الدوري الممتاز ممكن أنه يكونون حاضرين إن شاء الله بالاستحقاق القادم بعد بطولة عسى. أستاذ حضرتك ذكرت في المؤتمر الصحفي أنه الجائزة اختصرت على اللاعبين الذين غير منضمين للمنتخب الوطني، ما هي الأسباب التي دعتكم على اختصار الجائزة على معينة اللاعبين؟ تعرف اليوم لاعب المنتخب الوطني هو ماخذ استحقاقه من خلال وجوده مع المنتخب الوطني، بالتاكيد جانب كبير من التميز عنده موجود، لذلك يعني احنا راح نظلم اللاعبين الاخرين اللي مو موجودين ضمن المنتخب الوطني، بالرغم من انه قناعاتنا انه هؤلاء اللاعبين يعني عندهم مستقبل جيد وان شاء الله بالمستقبل سيكونون ضمن قوائم المنتخب الوطني، لكن اليوم عندما تختصر هذه الجائزه على لاعبين المنتخب راح يحرمون اللاعبين دول من هذا التكريم، وبالتالي يعني احنا دائبنا على تشجيع اللاعبين اللي هم خارج اسوار المنتخب الوطني في سبيل انه يقدمون العطاء الافضل اللي يستحقون بالوقت القادم على انه يكونون عناصر فعاله في المنتخب الوطني. طبعا نشكر الاخوان بلجنه المنتخبات ونشكر الاتحاد العراقي على هذا المبادره الجميله للاعبين الشباب لدعم اللاعبين الشباب. هذه الجائزه تعني لي كل شيء، يعني تعطيني دافع وحافز ان اقدم كل ما عندي بنادي قوة جوية ان شاء الله. ما تعرف شعور لا يوصف، لان اتبع الجهود بذلناها من بدايه الموسم حتى الادوار العشر اللي مضن. نشكر الاتحاد على هذه المبادره وهي دعم اللاعبين الشباب، وان شاء الله يا رب احنا كلاعبين شباب ان شاء الله نقدم ما عندنا خلال هذا الموسم ان شاء الله يا رب. الان
مشاهدينا الكرام، متابعتنا الأخيرة لمنتخب العراق للكرة الشاطئية الذي يستعد لبطولة آسيا في تايلاند والتي ستقام إن شاء الله في الشهر الثالث من العام المقبل. خلونا نتعرف على خطة هذه اللجنة، لجنة كرة الصالات، الاستعداد لهذه البطولة من خلال تصريح المنسق الإعلامي للجنة، لجنة الكرة الشاطئية طبعا، السيد محمد الجزائر. نشوف شنو اللي قاله بخصوص هذا الموضوع ومن ثم لنا عودة. طبعا بعد توقيع مع المدرب الإيراني كريم مقدم لقيادة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية من قبل اتحاد كرة القدم واللجنة الفنية التي ترأسها الأستاذ يحيى صغير، بعد تقديم منهاجه الخاص ارتأت اللجنة الشاطئية إلى إعداد المنتخب. خلال هذه الفترة كان هنالك تدريبات في بغداد، سيكون في يوم الثلاثاء المقبل معسكر تدريب مغلق في كربلاء المقدسة، سيتضمن المنهاج مباريات ودية مع بعض الأندية، ومن ثم سيتوجه في مطلع الشهر المقبل من السنة الجديدة المنتخب إلى قطر لإجراء معسكر تدريبي. سيكون هذا أيضا معسكر مغلق بدون مباريات ودية، وبعدها أعد المدرب منهاجه بأن يكون هنالك معسكر في الإمارات، وبعدها في لبنان سيتضمن مباريات ودية تحضيرا لبطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في تايلاند. طيب أستاذ، المنتخب احنا نعرف الدوري العراقي للكرة الشاطئية دوري غير منتظم، بالتالي اللاعب العراقي اليوم قبل الدخول لبطولة آسيوية محتاج إلى مباريات مستمرة، أو يعني على الأقل تتجاوز الثلاث مباريات ودية مع منتخبات آسيوية. هل هناك أسماء منتخبات مطروحة اليوم على في عند الاتحاد العراقي اللي خوض مباريات ودية معها؟ بالطبع، مثل ما قلت لك قبل قليل بأن معسكر الإمارات سيكون هنالك أكثر من مباراة ودية، وبالخصوص مع منتخب الإمارات للكرة الشاطئية، وبعدها في لبنان أيضا ستكون هناك أكثر من مباراة، ومن ضمنها مباراتين مع لبنان، وكذلك المنتخبات التي ستعسكر هناك. الآن مشاهدينا الكرام، وصلنا لكم إلى محاور حلقة اليوم من برنامج المشهد الرياضي. طبعا الكل يعرف منتخبنا العراقي الوطني وصل إلى أرض العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكر تدريبي هناك، ومباراتين وديتين أمام الصين وفلسطين بحسب ما أعلن اتحاد كرة القدم. لذلك احنا راح اليوم نتحدث حول هذا المعسكر اللي يأهل منتخبنا قبل الدخول في المعترك الآسيوي في بطولة أمم آسيا، وكذلك الحديث حول الجانب الإعلامي لهذه البطولة، كيف أعد الجانب العراقي استعداداته من الناحية الإعلامية، من سيدعم العراق من الناحية الإعلامية، والحضور الإعلامي كيف سيكون بالنسبة لبطولة أمم آسيا. هذه المحاور راح نناقشها مع ضيفنا الأستاذ الصحفي جعفر العلوشي، رئيس تحرير جريدة رياضة وشباب. حياك الله في برنامج المشهد الرياضي. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد و بأسرة برنامج المشهد الرياضي. شكرا لك ولحضورك أستاذ. اليوم يعني الاستعدادات بشكل عام كيف تقرأ، خصوصا اليوم احنا مع انطلاق الاستعدادات المعسكر التأهيلي لبطولة أمم آسيا، شاهد القرار أيضا نعرف به سادة المشاهدين صدر يوم أمس، واستقالة قبول استقالة نائب رئيس اتحاد كرة القدم. كل هذه المشاكل صادفت مع بطولة أمم آسيا وكل هذه التدخلات في التشكيلة، اليوم من المستحيل يعني صار الشارع الرياضي يجزم بأنه تدخلات، حتى الجماهير صارت مؤمنة بوجود تدخلات في قامة المنتخب الوطني، كل هذا صادف مع الدخول في بطولة أمم آسيا. يعني تعرف أنه هذه المشاركة هي مشاركة مهمة بالنسبة للعراق، نعم. وأيضا هي عودة إن شاء الله موفقة للكرة العراقية في هذا المحفل الآسيوي المهم. الشيء يعني اللي أثير في هذه العملية الاستعدادية للمنتخب أنه حدثت بعض الإشكالات، حدثت بعض الأمور اللي لا تخدم حقيقة عملية أو تحضيرات المنتخب الوطني. استقالة السيد شرار حيدر طبعا هي استقالة في غير توقيتها الصحيح، تزامنت مع الدخول النهائي ل المعترك الآسيوي. اثنين أيضا هو طبعا خسارة الاتحاد عندما تكون هناك شخصية مهمة ومن العناصر القليلة الرياضية الموجودة واللي لها تاريخ كروي، نعم. مهم طبعا خسارة للكرة وخسارة لعمل الاتحاد باعتبار أن السيد شرار حيدر شخصية أكاديمية
وشخصية رياضية أيضا، وتمتلك التاريخ يعني الرياضي المهم في هذا الوقت، لكن هناك طبعا لديه الأسباب والمبررات التي أدت أن يقدم استقالته. واقعية مبررات؟ يعني طبعا تعود إلى قناعاته في عمل اتحاد الكرة، وأعتقد أنه كان مصر هذه المرة على رغم المحاولات. وفي الدورة السابقة أيضا قدم استقالة لكن تراجع بعد بعدها، لكن هذه المرة كان طبعا مصر، لأن باعتبار أنه لم يجد هناك أذانا صاغية لعملية التغيير مسار عمل الكرة العراقية، وتحدث عن وجود مناطقية ومحاصصية في اتحاد الكرة. وهذا طبعا هي هذا يعني طبعا إذا وجد مثل هذا الشيء فهي الطامة الكبرى في الرياضة العراقية وكرة القدم بشكل خاص. ولا ماذا يعني شنو اللي يدفع كابتن شرار حتى يتحدث بمثل هذا الكلام؟ شنو غايته؟ شنو مصلحته الشخصية يتحدث بهكذا كلام؟ إلا إذا كان إن وجد شيء أو لمس هذا الشيء في عمل اتحاد الكرة أدى إلى أن يقدم هذه الاستقالة. صراحة يعني أنه تمنينا أنه على الكابتن شرار حيدر أن يتأنى في هذه الاستقالة، لكن إصراره بعد هذا المحترك، لكن قرار اتحاد الكرة يعني أخذ الموافقة عليه وانتهى هذا الموضوع. الشيء الآخر أنه تعرف التدخلات في هذه الوقت لعملية اختيار لاعبي المنتخب من قبل الجمهور ومن قبل الإعلام، هذا شيء غير صحي باعتبار أنه صاحب القرار الأول والأخير هو الكادر. لمست وجود هذا الشيء؟ طبعا لمسناه. هذا طبعا هناك إعلام، هناك تعرف المواقع التواصل، هناك من أراد أن يعني يدفع بلاعبين، كل هذه الأمور كانت مكشوفة، وهذا خطأ كبير يرتكب بحق المنتخب باعتبار أن المدرب كاتينيش هو اللي صاحب القرار طبعاً في هذه العملية، هو صاحب القرار الأول والأخير. لكن أعتقد أنه بعض الأسماء التي يعني باعتراف أعضاء اتحاد الكرة أن هناك أسماء فرضت على المدرب ورضخ لها، وهذا طبعاً موضوع يعني في غير يعني في غير صالح المنتخب وغير صالح في للكرة العراقية. فأعتقد أنه الأمور لا تصب في مصلحة المنتخب في هذه المشاركة المهمة للكرة العراقية. طيب أستاذ، احنا تحدثنا عن أبرز حدثين يعني صاروا قبل سفر منتخبنا إلى معسكر قطر، بس حتى نبتعد أو نطوي صفحة الكابتن شرار حيدر، تتفق معي او لا اذا قلت لك اليوم انه الكابتن شرار حيدر مطالب بكشف الاشياء اللي لمسها واللي دفعتها الى تقديم الاستقاله، ولكن يجب ان تكون ما بعد امم اسيا، ولكن يعني المهم ان يكشف وجود هكذا اشياء ويكشفها للشارع الرياضي. طبعا هو بعد انه الموافقه اللي حد يعني اليوم بالامس اللي صدرت من قبل اتحاد الكره، اعتقد يعني بما معنى انه على الكابتن شرار حيدر أن يعلن عن هذه الاستقالة وأسبابها والأمور التي أدت إلى أن يقدم استقالته. أما إذا أخذ وضع الصمت وجعلها يعني مبهمة، فأعتقد هاي بغير صالح لغير صالح الكابتن شرار يعني حيدر. مطالب بكشف هذه الأوراق. طبعاً مطالب إنه يكشف الأوراق، وبعد أن إنه انتهى عمله في اتحاد الكرة عليه أن يكشف الأوراق ويكون يمتلك الشجاعة. نعم. ويضع النقاط في مكانها الصحيح. إذن مشاهدينا الكرام، يعني بعد ما تمت الموافقة على استقالة نائب رئيس اتحاد الكرة سيد شرار حيدر للأسباب بحسب ما وصفها بوجود مناطقية ومحاصصة في عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم، إذن الآن هو مطالب بكشف كل هذه الحقائق، ولكن احنا يعني ندعوه إذا كان لديه الحقائق وإذا كان ينوي كشفها نتمنى أنه يرتئي ويتريث ويتم كشفها بعد بطولة أمم آسيا، لأن احنا بصراحة هو بحد ذات الحدث اليوم حدث استقالته وموافقة على استقالته هو راح يأثر وراح يعكس صورة سلبية حول مشاركة العراق في أمم آسيا، بحكم أنه اليوم الإعلام يتصيد بكل شاردة واردة تخص اتحاد كرة القدم العراقي. راح ننتقل الآن وياكم مشاهدي الكرام إلى فاصل، ومن ثم نعود لنكمل ما تبقى من حلقة المشهد الرياضي. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام. استاذ اليوم ما اعرف اذا تتفق وياي او لا، اليوم الاجواء يعني تقريبا
نقدر نقول 90% كانت مهيئة بشكل جيد للمدرب كاتانيس للدخول في بطولة أمم آسيا. احنا خلي يعني صراحة نرجع إلى تصريحات كاتانيس. نعم. يعني أنا بعد بطولة الرباعية اللي جرت في السعودية التقيت به في مطار الرياض. نعم. بعد البطولة كان وحدة وسألته أنه بعض الأسئلة أنه حول يعني أمم آسيا وشنو اللي يتوقع أو سيحصل العراق على في هذه البطولة. جوابه كان يعني أنه هو الرجل لم يوعد الاتحاد العراقي وحتى أول ما وقع العقد. نعم لم يوعد الاتحاد العراقي أنه يعني بنتيجة في هذه البطولة. نعم. أنه يحاول أن يصنع منتخب للمشاركات المقبلة وخاصة تصفيات كأس العالم. هذا كان هو هدفه في عملية في العملية التدريبية للمنتخب. أما أنه حاليا بعد التصريح الأخير لرئيس الاتحاد أنه بعد اجتماعهم مع كاتانيس وأنه يعني بما معنى ذكر لهم أنه سيحاول أن يصل بالمنتخب إلى درجات أبعد يعني أنه يعني مراتب مهمة في هذه البطولة. يعني تعرف المنتخب دخل في يعني عدة مباريات تجريبية. أعتقد تعرف المباراة مع الأرجنتين، مباراة مع السعودية، مباراة مع الكويت، مباراة مع بوليفيا كانت. مع بوليفيا يعني كانت هناك مباراة تجريبية مهمة له، وأعتقد أنه ما ينقص أي شيء. الشيء الآخر أنه وفر إلى الاتحاد ما أراده من معسكرات، والدليل انه هذا المعسكر الاخير اللي سيكون في قطر ولقاء مع المنتخب الفلسطيني او الصيني او يختمها مع المنتخب الاولمبي العراقي. ايضا راح يتواجد في المعسكر هناك في قطر. فيعني اعتقد كاتانيس سيكون مطالب من قبل الجمهور ان تكون هناك بصمه للمنتخب في هذه البطوله، ويسعد جماهيرنا التي اشتاقت كثيرا للإنجاز. بالتأكيد احنا بعد خصوصا بعد ما حصلنا على لقب 2007 صرنا نطمح لتحقيق هذا اللقب في كل نسخة من النسخ. نتمنى ذلك إن شاء هذا الله. هذا ما نتمناه إن شاء الله حتى ولو الوصول إلى مراكز متقدمة في هذه البطولة. طبعا مشاهدي الكرام عندنا تصريحات من أصحاب الشأن اللاعب الدولي السابق حسن فرحان وكذلك المدرب عباس عبيد. خلونا نشوف شنو اللي قالوا حول بطولة أمم آسيا واستعدادات منتخبنا الوطني، شنو هي وجهة نظرهم؟ راح نتعرف عليه من خلال تصريحاتهم لعدسة برنامج المشهد الرياضي. طموحنا كبير بمنتخبنا الوطني الذي عودنا على الإنجاز، خاصة يعني إنجاز 2007 بطولة آسيا. لكن بالتأكيد هنالك فرق كبيرة كاليابان وكوريا وإيران وأستراليا. طموحنا كبير بتجاوز هذه الفرق والوصول إلى منصة التتويج من خلال ما شاهدناه من خلال مباريات تجريبية وفترة الإعداد التي هي ليست من مستوى الطموح، لكن أملنا كبير بشبابنا والغيرة العراقية وجمهورنا العربي والعراقي في الإمارات العربية. فبالتأكيد نطمح إلى تحقيق نتائج تليق بالكرة العراقية، كما ذكرت أنه العراق هو بطل آسيا عام 2007، فنتمنى أن يتحقق هذا الأمل وهذا الطموح لإيجاد الفرحة لجمهورنا الرياضي. طيب كابتن، دائما المنتخب العراقي يدخل غير مرشح للبطولات، حتى بطولة آسيا 2007 اللي أخذناها كان العراق غير مرشح. بطولة آسيا 2015 حصلنا على المركز الرابع، مركز جيد في وقتها، كان المنتخب أيضا لم يدخل في إعدادات جيدة، لكن كان المنتخب سابقا يملك لاعبين باستطاعتهم أن يقوموا بأدوار معينة. اليوم شلون تشوف اللاعب العراقي؟ هل يملك المنتخب العراقي اللاعب الذي يستطيع تغيير نتيجة المباراة أو معطيات المباراة؟ بكل تأكيد لكل مباراة ظروف، لكل بطولة ظروفها. يعني أنت ما تعرف مستوى الفرق الآن، خاصة الفرق الآسيوية. يعني بالتأكيد حدث تغيير
على مستوى الكرة العراقية واللاعبين العراقيين والتشكيلة العراقية. هذا نفس الشيء نشوفه بالفرق الأخرى، لكن مدى استغلال الإمكانيات المتوفرة للأدوات عند المدرب وتوظيفها لخدمة الفريق، زائدا يجب أن على المدرب من خلال معسكر قطر تشخيص الأخطاء وإيجاد الإيجابيات والعمل على تلافي الأخطاء وتعزيز الإيجابيات بما يخدم مسيرة الفريق في البطولة الآسيوية. طيب كابتن، ضمن تشكيله المنتخب الوطني اليوم نشوف بس محمد قاصد اللي اللاعب اللي نقدر نقول عليه يمتلك الخبره الكافيه. محمد قاصد كان موجود في 2007 2011 2015 واليوم في 2019. غياب لاعبين خبره عن تشكيله المنتخب الوطني هل سيؤثر سلبا على نتيجه المباراه على نتائج البطوله؟ بالتاكيد هي الخبره مطلوبه، لكن من توفر شباب يعني هم هذول مجموعه اللاعبين الموجودين الان بالمنتخب أكثرهم يعني خاضوا تجربة أكثر من تجربة، فأعتقد اكتسبوا الخبرة اللي نتمنى كان أنه يكون المدرب على دراية بموضوع الخبرة والشباب حتى يخلق توليفة تستطيع أن تقدم ما نطمح له. فأكيد لهم تأثير أصحاب الخبرة، لكن البركة بالشباب وإن شاء الله يعوضون أخوانهم اللاعبين أصحاب الخبرة اللي ما أسعفهم الحظ أن يكونوا من ضمن التشكيلة. فأملنا كبير بشبابنا ونروح للشباب العراقي. والله كل تمنياتنا للمنتخب الوطني طبعا بالتوفيق أكيد، والمنتخب يملك عناصر وأدوات جيدة جدا. طريقة التحضير أيضا لا بأس بها، مع العلم كنت يعني رافض أنه يرجعون اللاعبين للدورة، هاي الست أدوار اللي لعبوها، لكن هو هذا يعني هاي طريقة التحضير صارت بهالشكل. عموما الفريق يعني فريق جيد، مدرب يعني ما شفنا لحد الآن شلون ما دخل اختبار حقيقي، فهاي البطولة فالتحدي للمدرب وللمنتخب، وأتوقع أنه الفريق ممكن يعبر الدور الأول وفق نظام البطولة اللي يصعد اثنين وأحسن أربع ثوالث، لكن ما بعد الدور الأول هنا راح يكون تحدي جديد للفريق العراقي أنه يثبت وجوده. فأتمنى إن شاء الله يشوف الفريق العراقي بصورة يعني ممتازة إن شاء الله. طيب كابتن، لأول مرة المنتخب العراقي قد يدخل بطولة ولا يملك اللاعب السوبر، لاعب السوبر أنت تعرف مميزات هذا اللاعب الذي يغير نتائج مباريات بظروف دقائق قليلة، شلون تشوف حظوظ المنتخب العراقي وهو لا يملك هذه النوعية من اللاعبين؟ يعني اللاعبين جيدين أقول لك، لكن جيل الإنجازات يعني يختلف تماما بصراحة. مثل ما تفضلت، الإنجاز يراد للاعبين ذو جودة عالية، الموجودين جيدين أقدر أقول لك أو جيد جدا البعض منهم، لكن نقدر نقول يعني كفريق كمجموعة ممكن أنه الجانب التكتيكي والخططي إذا كان ممتاز وكان محضر بشكل جيد راح يشكل دعامة حقيقية للفريق العراقي. رسالة أخيرة من الكابتن للاعبين. والله اللاعبين يعني بطولة قارية، فرصة أنه كل لاعب يسجل له تاريخ لاسمه ولبلده، وبالتالي هو داخل بورصة عالية جدا، ممكن أنه يحصل فت فرصة عمل أفضل من اللي جاي يمارسها حاليا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. أستاذ، لو رجعنا لما بعد إعلان قائمة المنتخب التي ستغادر إلى معسكر قطر، لاحظنا تصريحات من كرار جاسم المحترف في الدوري الإيراني ولاعب الشرطة سعد عبد الأمير يقول لك احنا اليوم نشعر بالظلم عدم وجودنا، وحتى الان هاي سلسله التصريحات مستمره والاشكالات الموجوده على القائمه. برايك اليوم احنا بعد عندنا وقت نتحدث بمثل هكذا امور، رغم ان احنا بنفس الوقت ما راضين على عدم استدعاء كرار وسعد عبد الامير؟ يعني احنا طبعا الموضوع انتهى باعتبار ان المنتخب غادر ودخل في الفورمة النهائية، فأعتقد أنه التصريحات التساؤلات هاي الأمور الأخرى أصبحت من الماضي. الآن يعني على الجميع أن يكون داعم وساند للعملية ولا يطع عذر للمدرب أو لاتحاد الكرة بأنه هناك هجمة على المنتخب، هناك هجمة على المدرب. هذه الأمور نتمنى أنه على جماهيرنا وإعلامنا أن يكون مساند للمنتخب باعتبار مهمة وطنية وتستحق الإسناد والدعم من قبل الجميع.
أما بخصوص اللاعبين فأعتقد هي هذا قلت لك أنا في البداية أنه يعود للمدرب وقراراته باعتبار أنه هو صاحب القرار الأول والأخير. ولكن لما قلت لي أكو تدخلات طبعا يعني هذا إحنا ما نقدر يعني ننفيه. صار عندنا عادة أستاذ إحنا اليوم بالسنوات الأخيرة أنه التدخلات صار شيء بديهي وكأنها روتين. هذا الموضوع يعني يعود إلى ضعف في إذا كان يعني حدثت من مثل هذه التدخلات ضعف شخصية المدرب أو ضعف من قبل الاتحاد عندما يرضخ بعض أعضاء الاتحاد إلى أصوات أو إلى شخصيات تفرض عليهم هذا اللاعب أو ذاك، يعني هذا يعود إلى ضعفهم وضعف شخصيتهم أو إلى المجاملات والمحسوبية التي تعشعش في اتحاد الكرة ليس في هذه الفترة وإنما تعرف منذ سنوات. صح. هذه الموضوع موضوع المجاملات والمحسوبية يعني هذه ماشية في عمل اتحاد الكرة. سعد عبد الأمير يقول أنا مخنوق من هذا الموضوع إلى هذا الحد، وصلت اليوم أنه يتم يعني قائد منتخب وطني يمثل العراق وعلى غفلة يتم استبعاده من التشكيلة، لذلك تولدت اليوم شكوك أستاذ جعفر إذا تتفق وياي، شكوك حول القائمة. شوف موضوع سعد عبد الأمير يعني موضوع مؤلم. نعم. يعني عندما تجد أنه هناك لاعب خبرة بمستوى سعد وبأخلاق سعد. نعم. ولاعب جيد فنيا، أعتقد أنه هناك بعض يعني بعض الخفايا خلف هذا الموضوع لكن ستكشف ونستطيع الوصول إليها. لكن مثل هذا الوقت التوقيت انه ابعاد علينا إبعاد إن نبتعد عن كل هذه الامور، لا يعني نترك هذا الموضوع ونخليه بعد البطوله وسيكون لكل حادث حديث. احنا استاذ الكل يعرف حتى الكابتن سعد يعرف كل زين انه احنا اليوم ما متفقين على قضيه استبعاده. طبعا كنا غير راضين، لكن يعني احنا نتمنى من اللاعبين انه يعذرونا احنا كاعلام. الان احنا تعدينا هاي المرحله، مرحله القائمه، وصلنا الى مرحله دعم المنتخب الوطني. طبعا خلص هذا الموضوع صفحه بعد وصول فوق نقطة وصول منتخبنا إلى معسكر قطر تحتم علينا إخلاق كل هذه الأوراق في مسألة قضية يعني الدخول في أمم آسيا. هذا الموضوع قلت لك أنه أصبح من الماضي، خلاص انتهت، المنتخب دخل الفورمة الأخيرة، المطلوب أنه الدعم، توفير الدعم، توفير الإسناد للمنتخب، أيضا أنه خلي نعبر على هذه الجراح اللي سببها لبعض اللاعبين الاتحاد او المدرب، وسيكون كما ذكرت لك انه سيكون لكل حادث حديث وستكشف الاوراق يعني في المستقبل القريب بعد انتهاء البطوله ونضع الامور تضع الامور في نصابها الصحيح. نعم استاذ، انتم طبعا اساتذتنا في الصحافه والاعلام، اليوم الحديث الدائم حول هذه القضية قضية استدعاء اللاعبين خلانا نبتعد عن التحضير إعلاميا لهذه البطولة. يعني هو هذا المستغرب أنه عندما تجد أنه أنت منتخب بلادك يشارك في محفل. نعم. مهم وهو المحفل الآسيوي اللي كل 4 سنوات ويعتبر يعني في آسيا ككأس العالم. هذا بالتأكيد. لو تجد أنه بلد مثل العراق وخيراته وثرواته وثرواته البشرية والإعلامية تهمش أو تبعد من المشاركة في التغطية في هذا المحفل، طبعا هناك علامات استفهام كثيرة، لكن كان المفروض على اتحاد الكرة أن يكون واضح في عملية استدعاء أو تهيئة أو تحضيرات للوفد الإعلامي قبل مدة من الزمن، اختيار الأسماء الإعلامية والصحفية التي سترافق المنتخب لتكون خير سند وداعم في عملية التغطية. أستاذ ما أعرف إذا تتفق معي أو لا، حتى في معسكر قطر نحتاج دعم إعلامي، نحتاج وجود خبرات إعلامية في المعسكر حتى قبل البطولة، ليس فقط في البطولة. يعني هسه احنا نقول اذا معسكر قطر هو معسكر تدريبي. نعم. استعدادي هذا، لكن المهم انه المشاركة في التغطية الفعلية في البطولة هي الأهم.
كان المفروض يعني الوفد الإعلامي يكون وفد حالة حال الوفد الياباني، أعتقد اللي راح يتجاوز أكثر من 60 صحفي وإعلامي في اليابان بنفسه. نعم، لكن المصيبة أنه تجد أنه هذا الموضوع هنا في العراق يعني مع الأسف هناك إقصاء، هناك تهميش للإعلام العراقي من قبل اتحاد الكرة ومن قبل أيضا الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية اللي لم يأخذ دوره بصورة صحيحة ويدافع عن وجود الإعلام العراقي في هذا المحفل المهم. طيب أستاذ، خلينا نشوف رد اتحاد كرة القدم متمثلا بعضو الاتحاد السيد كامل صغير، خلينا نشوف شنو اللي قال بخصوص موضوع الإعلام وشنو رسالته ولمن وجه رسالته. شوف التصريح ومن ثم لنا عودة. والله يعني نتمنى من حكومتنا الكريمة أن تدز بعثة إعلامية كبيرة مع المنتخب الوطني في سبيل مهمته. المهمة ليس بسهلة، الإعلام إلى دور كبير في نجاح المهمة. يعني عليهم على الحكومة أن ترسل جميع القنوات المشاركة في البطولة أسوة بالخليج، أسوة بالعرب، أسوة بكلهم. يعني ليش مكان ما يوزعونهن على الكلينس ويوزعونهن على ما يدزون الإعلام الكريم في سبيل نجاح المهمة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. أستاذ، شاهدنا تصريح السيد كامل الصغير يقول لك اليوم أنا أناشد الحكومة العراقية ككل بتوفير وفد إعلامي لبطولة أمم آسيا، وحضرتك أنت ذكرت أنه الاتحاد يجب أن يشارك في عملية التحضير الإعلامي لهذه البطولة. يعني هو ليش يناشد؟ هو ليش ما يعمل؟ ليش ما يفعل؟ ليش ما يعتبر الإعلام مشجع له حالة حال المشجعين اللي وفرهم تأشيرات وأمور أخرى؟ يعني وين وفر لمن المشجعين؟ راح ياخذ مشجعين وياك مهدي واحمد، مشجعين كمهدي واحمد. اي طبعا. هذا نفس الشيء، الاعلامي سيكون له دور كبير في ابراز المنتخب، ينقل الصوره الصحيحه، ينقل الصوره الحقيقيه لما يجري. كل هذه الامور هي تخدم المنتخب وتخدم جمهورنا هنا في الداخل. لكن للاسف هذه المواقف هي مكررة من قبل اتحاد الكرة، يدعو ويطالب ويناشد. هذه أصبحت أسطوانة مشروخة ومعروفة في الوسط الرياضي. طيب شنو الحل؟ احنا اليوم نريد وفد إعلامي يقابل مع منتخب. يعني هذا الموضوع أعتقد تتبناه، يعني صراحة إذا كان هناك تبني تتبناه وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية العراقية بالاتفاق مع الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، ويختارون يعني أصحاب الاستحقاق وإرسالهم كوفد مستقل عن اتحاد الكرة للتغطية العملية في البطولة. حتى هاي النية، نية إنه اليوم بتصير توأمة بين المؤسسات الرياضية حتى نبعث وفد إعلامي، حتى هاي النية ما سمعنا بها. اليوم احنا يعني البطوله متبقي لها اقل من اسبوعين على انطلاقها. هو بعد ما يفيد انه تعرف انه التاشيرات وهي الامور الاخرى، اي يعني هذا انتهى الموضوع. لكن هو المفروض، قلت لك انه كان قبل البطوله بشهر شهرين يختارون هذا الوفد الاعلامي ويهيئوا له السبل اللوجستيه الكامله ليكون مشارك فعال في عمليه التغطيه للمنتخب في هذه البطوله. طيب استاذ، احنا لو نراجع احنا سجلاتنا في مشاركاتنا في البطولات، مثلا بطوله الخليج حتى ظهورنا كان بالاعلام جدا سلبي، او وجودنا اصلا بالاعلام سلبي، تغلب علينا الاعلام الخليجي اذا تذكر معي في بطوله كاس الخليج الماضيه. ولكن في البطوله السعوديه لولا دعوه من السعوديه وما شفنا وفد اعلامي غادر في البطوله الرباعيه، والان دخلنا في بطوله يعني ارفع مستوى من بقيه البطولات، ونلاحظ ايضا نفس المشكله تتكرر، عدم وجود وفد اعلامي مع المنتخب الوطني. يعني هو شوف، قلت لك اني انه انت عندما تختفي او الامور الاستعداديه او التحضيرات للوفد الإعلامي وتهميشه وإقصائه يؤدي إلى أنه يكون الإعلام العراقي ضعيف في هذه المشاركات. يعني أنا في بطولة كأس الخليج 22 في السعودية، يعني بتعرف الوفد الإعلامي كان، يعني أنا رحت على حسابي الخاص، بعض الإعلاميين أيضا كان على حسابهم الخاص، دازين يعني اثنين صحفيين فقط للتغطية وهي بطولة مهمة. يعني وهذا يعني من المعيب أنه بلد مثل العراق يمتلك ما يمتلك
يعني من أشياء كثيرة، ويكون الوفد الإعلامي مهمش أو يعني لا يتعدى الواحد أو الاثنين. يعني هذا شيء مع الأسف يعني أكرر، يعني يستحق وقفة من قبل المسؤولين، يستحق وقفة من قبل اللجنة الأولمبية لوزارة الشباب والرياضة، ولا يستحق الوقفة من قبل اتحاد الكرة باعتبار اتحاد الكرة هو يحاول إبعاد الإعلام عن مصاحبته في كل المشاركات. يعني هناك الكثير من علامات الاستفهام اللي يريد أنه الاتحاد الكرة أن يريد أن يجمل صورته حتى إذا كانت هناك أمور غير يعني صحيحة. الإعلامين اللي يريدهم اللي بالضبط لتجميل صورته في هذه البطولات. نعم هناك وهناك من عمل على هذا التجميل الصورة. للأسف اتحاد الكرة يرفض الإعلام المهني المحترف، يريد يعني إعلام مجامل، إعلام لا ينقل الحقائق بصورة صحيحة. لكن أستاذ اليوم ليس فقط إحنا كإعلاميين نشعر بغصة بعدم وجودنا في المحافل الدولية، حتى الجمهور اليوم الإعلام أنا باعتقادي الإعلام ممثل للجمهور في هذه البطولة، يدافع عن المنتخب في هذه البطولة في المؤتمرات الصحفية وما شابه ذلك. هو دائما إحنا تحدثنا كثير من المعطيات قبل هذه البطولة، استقالة النائب الرئيس الأول الاتحاد وافق عليها، صار المعسكر لحد الآن الاتحاد ما حاسم ملف الإعلام، يعني راح نشارك بهذه البطولة بدون إعلام والكل يتفق ويعترف أن الإعلام سلاح في مثل هكذا محافل. طبعا سلاح مهم باعتبار أن العراق تعرف حاليا خرج من معركة كبيرة، وعراق منتصر يجب أن يكون إعلامه أيضا منتصر يحمل روح الحياة الجديدة في العراق، ينقل الصورة على داعش. نعم نعم البطولة بعد شهر من هذا بالضبط ينقل الصورة الحقيقية عن العراق لباقي وسائل الإعلام الأخرى، ينقل يرفع الصورة الضبابية عن المشهد العراقي اللي يحملها الإعلام الآخر. كل هذه الأمور أنه هي في مصلحة العراق في حالة مشاركة وفد إعلامي كبير في هكذا محافل دولية وآسيوية. راح تأثر منتخبنا حتى على المستوى الفني تنعكس هذه القضية برأيك؟ هو مو الانعكاس، احنا شوف انت الإعلام مو فقط انه يحاول التغطية الفنية للمنتخب، لا، الإعلام هو صورة جميلة ينقلها عن العراق. البطولة تحمل عدة أبعاد طبعا، ويحاول أن يوصل هذه الصورة بجمالها برونقها بلفتات وأمور أخرى جميلة تخص العراق والشارع الرياضي العراقي. لكن عندما يفتقد الإعلام في هكذا محفل الإعلام العراقي، أعتقد هاي طامة كبرى، أنه عندما يغيب الإعلام العراقي عن هكذا محفل وينقل الصورة الحقيقية عن العراق. من هاي اللحظة وجمهورنا من هاي اللحظة يشعر بخاصة أستاذ، يعني لو جينا للواقع أنا متأكد حتى أنت كصحفي تشعر بغصة بعدم وجود يعني سلاح الإعلام في هذه البطولة، ما شفنا اهتمام، ما شفنا تحضير لفيز الإعلاميين. يعني أنا متأكد لما راح نوصل للبطولة وراح ندخل بمعترك هذه البطولة راح نحس هناك فجوة في الوفد العراقي ككل. طبعا شوف يعني أنا شاهدتها، قلت لك بطولة الخليج، شاهدتها بطولة الأندية الآسيوية، يعني من يغيب الإعلام العراقي وتجد أنه باقي الدول مشاركة بوفود إعلامية كبيرة، تحس نفسك أنه في موقف ضعيف، جزء من هيبة البلد اليوم الإعلام. بالضبط، هذا ليش قلت لك أنا أنه الإعلام هو السلاح الثاني في هذه المعترك، باعتبار أنه سيكون متصدي، سيكون مدافع، سيكون حاسم في بعض المواقف. لكن عندما يغيب الإعلام سيجد المنتخب محصور في زاوية ضيقة، يبتعد عنه كل شيء، يبتعد عنه الإعلام المصاحب للفرق الأخرى، وسيكون صيد سهل باعتبار أنه هناك من يدس على المنتخب ولا يجد المنتخب من يدافع عليه من الإعلاميين. هذا اللي راح يصير مع شديد الأسف بحكم اليوم المعطيات تقول لك اليوم الإعلام راح يكون ضعيف. إذا أستاذ بالمحصلة رسالتك لمن توجهها بهذا الخصوص؟ يعني هو قلت لك إحنا للأسف إنه الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية كان يأخذ دوره
في هذه القضية المهمة، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، المؤسسات الداعمة، كل هذه المسميات والشخصيات يجب أن تكون لها وقفة في إعادة أو احتضان الإعلام العراقي وعودته إلى الساحة الإعلامية الخارجية بقوة إن شاء الله. يعني والله بصراحة مشاهدينا الكرام، اليوم رسالتنا إلى وزارة الشباب والرياضة اللي أقامت حفلا يوم أمس للمنتخب الوطني قبل المغادرة إلى قطر. يعني إحنا لاحظنا القائمة المدعوين والصرفيات، يعني الله أعلم كم مليون راح تنفق على هذه البطولة. بالوقت ذاته أيضا كان يجب أن يلتفت وزير الشباب والرياضة لملف الإعلام والإعلاميين الذي يجب أن يكونوا في بطولة أمم آسيا. أما بالنسبة للجنة الأولمبية كذلك، اليوم المكتب التنفيذي مقبل على انتخابات، يعني بتشذب يعني اليوم نعطي الإعلام حقه، نعطي دوره مشارك في بطولة أمم آسيا. مثل ما تفضل الأستاذ جعفر العلوشي يقول لك اليوم اليابان داخل البطولة في أكثر من 70 صحفي أو 60 صحفي راح يكونوا متواجدين في الإمارات لتغطية يعني نشاطات المنتخب الياباني، وايضا اتحاد كره القدم اللي يطالب الحكومه بدون ما يتحرك. يعني لا يزعلون عندنا الاخوان في اتحاد الكره، اليوم اكو نيه بوجود دعم اعلامي لكن ماكو تحرك على ارض الواقع. وبالنهايه بصراحه ما اتوقع انه راح يكون لنا دور اعلامي بحكم اليوم ضيق الوقت، اقل من اسبوعين تبقت على هذه البطوله، بالتالي يصعب استحصال الفيز للوفد الاعلامي العراقي. أستاذ جعفر، أنا جداً أشكر تواجدك في برنامج المشهد الرياضي، معلومات قيمة ودسمة بالتأكيد، لكن نتمنى اليوم أنه تشفي غلينا المؤسسات الرياضية بدعوتها للإعلام وتتبنى هذا الملف على أرض الواقع وليس بالكلام فقط. طبعاً أنا سعيد أولاً أنه أجد شاب له تلك الحيوية في إدارة هذه اللقاءات. شكراً، نحن نتعلم منكم بالتأكيد. يعني صراحة أنه أتمنى لك الموفقية في عملك، وأيضا أنه هذا الموضوع الإعلام يجب، قلت لك أنه أن تكون هناك وقفة من قبل المسؤولين في دعم الإعلام العراقي، في ليس في هذه المشاركة وإنما في جميع المشاركات، باعتبار الإعلام هو خير ساند وداعم لمنتخباتنا. نعم بالتأكيد، شكرا لك مرة أخرى أستاذ، وأنتم مشاهدين الكرام أيضا شكر موصول لكم لمتابعتكم برنامج المشهد الرياضي. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.